أعزائنا الكرام، مرحبا بكم من جديد في الدرس السادس من سلسلة تعلم أساسيات القراءة أو لي باز دو لا ليكتور. قبل البدء أدعوكم لمراجعة أو مشاهدة الدروس السابقة من السلسلة. في درس اليوم سنتعرف على بعض التركيبات والمخارج الأساسية المتعلقة ببعض الحروف، حرف الN والR والS والT والفي والزد والسي. من دون إطالة سنمر إلى بعض الأمثلة لكل حرف على حدة. حرف الأن، أن، تاء الأول، ني، ني، أو أكسون تقرأ إي، ني، نوا، 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 نو، نو. Ne, nuit, nuit, ni, ni, ne, ne. Ida e z, ida atet fi akhir il kalima, tuntaqo e, idan ne, ne, ne. Ba e accent. الفتحة فوق الأ تدل على المد. وأدعوكم كذلك إلى مراجعة دروس الصرف والنحو التي قمنا بها في خصوص الحركات فوق الحروف الأبجدية في اللغة الفرنسية. ن ن ن نو 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 نو. كذلك تنطق نو نو نو. كذلك نو نو. سأبين فقط لكم الاختلاف أن نو ونو ونو كما تلاحظون لها نفس النطق، إلا أنها تكتب بطريقة مغايرة. فنو هنا لدينا أو أم أون، نون هنا لدينا ان، لانها تنطق اون نون. هنا لدينا او ان تنطق كذلك اون نون. اذا هذه التركيبات الثلاث لها نفس النطق، الا انها تكتب بطريقه مغايره ولها معنى مغاير. فمثلا نون تعني الاسم العائلي، هنا نون تعني لا لا. نمر، ني ني، نو نو، نا نا، ني ني، ني نار نار، ني ني، نا ن ن نو نو، نوا نوا. نمر للتركيبة الموالية وهي أغ، مثال غوي غوي، غو غو، غن غن، غو غو. كما تلاحظون هنالك فتحة أو أكسون سيركونفليكس فوق الأ. أدعوكم لزيارة قائمة فيديوهات والدخول إلى دروس النحو والصرف باللغة الفرنسية، قد قمنا بتفصيل الغرض من استعمال هذه الحركات في اللغة الفرنسية. نمر، غن غن، غو غي غي، غي. فكما تلاحظون لدينا غي وغي تنطق بنفس الكيفية، إلا أنها تكتب بطريقة مغايرة. غي غوا، على فكرة غوا تعني ملك، غوا غوا. غي غن غن
roi, rond, rond, re, rond, ré, rue, rat, rond, ré, rat, ro, rond, rond, ri, rue, ril, ril, roue, roue. نمر إلى التركيبة إلى التركيب نمر نمر إلى التركيبات الموالية متعلقة بحرف الاس سو سو سوي سوي سي سي سون سون سي 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 سير سير سور سور سل سل على فكرة سل تعني ملح سل س س سن سن على فكرة سن تعني صحي لكن نقتصر على التركيز على النطق سنتطرق إلى معاني النطق والكلمات في دروس مقبلة إن شاء الله سي سي سو سو سان سان سا سا سال سال سو سو سول سول سو وسي نمر إلى التركيبات الموالية المتعلقة بالحرف تي 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 توي توي ترو ترو تو تو ترا ترا تور تور سنقوم بتفصيلها T E R R T R un T نمر تور تور تير تير تون تون تو تو كما أشرنا في فيديو سابق هذا الثلاثي من الحروف ينطق أو إذن نقول تو تو أو تو نمر طال تخي تخي نمر إلى التركيبات الموالية المتعلقة بحرف ذي V va vous vaut 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 vu vu v vaut vu vire vous vire vie vent vin V vent vin voix voix vaut veut ville val va vol vin واخيرا فوا نمر إلى التركيبات الموالية والمتعلقة بحرف زد زي زي زو زون 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 كما يمكن لكم أن تلاحظون
فزون وازون لهما نفس النطق إلا أنهما تكتبان بطريقة مغايرة. أون أون زو زا زو زي زي. إشارة هنا زي بالمد أكسون غراف وزي أكسون إيغو بمعنى فتحة حادة. هنا نقول زي وهنا نقول زي. إذا أردتم أن تتعرفوا على مزيد من التفاصيل قد قمنا بدروس الصرف والنحو في اللغة الفرنسية، تعرفوا على الفرق إلى ما تصلح هذه الحركات. نامور زار زو زون زون زي زي زان زو زا زون 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 زي زي زان زان زوي زوي زان. نمر إلى التراكيب الموالية والمتعلقة بحرف سي كا كور كور كار كار كو كو كول كول كوا كوا كوي كوي سي كوي كور سي 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 كون سين سو سو كو كون كون سي 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 كوا كوا سل سل سير كا كوي كوي. أتمنى أن تقوموا بإعادة هذه التركيبات لكل حرف على حدة حتى تحسون أنكم تقومون بنطق الكلمة بطريقة سريعة وتلقائية. كالعادة أعزائي الكرام، لا تنسوا دعمنا بلايك وسبسكرايب، وإلى الدرس المقبل إن شاء الله.